اللعبه حسب المنظر. لا 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 لحظه لحظه حسب المنظر. يلا فسر لنا نورس. اخترت سفين في المرتبه الاولى على خاطر هو ما شاء الله معناه وزنه بارابور للاولاد من ذهب اكثر واحد معناها اسمن وعنده الكرش فهمت دونك خلينا نكملوا. و اون بلوس هو تحسوا ديما ناقص نوم ديما نشوفك تتثاوب والله صحيح فهمت والله وترقد برشا على ترقد برشا على ظهرك. كيف عرفتوا هذا يرقد برشا على ظهرك؟ خاطر عنده الكرش لوجيكمون تعبو كرش يرقد على كرش ويطيح يلا هو يولي في الهواء يتكعبر. يلا السعدي علاش الثاني؟ جو بونس هكا وراثي على عائلته عنده عائلته حتى العائله تعرفها زاد تخلي عني بي حتى ما وصلت لبابا بوكي بوكي يسخر ديجا بابا يسخر وليد ثالث يعني اقل سخير وليد ما يسخرش وليد يتكلم كانش في النوم يشخر على الخير. وبالنسبة لبلال ما يشخرش. بين أقول لك حاجة يمكن نشخر أكثر من سفير. تحكي بجدك والله ولا نشخر؟ مستحيل سفير راو واحد يكركر في بنك. أنا نشخر عند بلال ما نشخرش. سفير راو عركة تحليل يطلع صحيح. شوف ها شخر سفير بالحق راو. أنا حتى عندي قريب تحت أمبر أبري يسكت يرجع يشخر ريتو يعمل لأننا نشخر بالحق نشخر برشا برشا كيف نقرأ الكتب إيه نقرا برشا كتب متالعة ندخل بعض لتولي ذيك سوء سوء هضم سوء هضم تعب رجع عليك تعب صحيح رجع عليك تعب ليه لا رجع عليك تعب عمرك سمعت ياباني قال ولد عمرو يقول رجع لي التعب رجع لي التعب شو البلدي سيدي الغالي بابا بلي نحب نسألكم خلينا نقول لك ساعة أخبارنا باش تقدمها ميرا مقني وسبور محمد علي خنوش أما أميرة مقني بنتنا بلدية أي وأنتم فمش كون نشخر عن شخروش احنا علي. احنا عادك نشخر نخرجوا موزيكا صوت عود صوت كمانجا زابرتاكس اسمه بالحق اسمه غرسة كان يسرق من شخيركم يا عبد الحان حبيبتي تحت أحلى سهرية شخير شخير بتاع سعد سيدي عبد الستار لا شخرها تقيدت وخرجت ولا تغني يا شنو عملت لي غناية قريب نهبل يا مكبر ده هذاك كلش خير انت ارجع للنوتة تتشوفها شخره طالعه وهابطه من واحده لفوق واحده اللوتة اما غنيت انا سمعت طرت مره واحد كان يخدم على الساس عندكم على الشخير في بين زلزال وقتها شكون اللي حمرا عريانة الهوك سفيان وي يعني عندكم برشا شخير في اللوزه ما يشخرش ما يعتبر ما انا ميت مش من العائله اللي يرقد مع غير شيري برا ميت برا ما ناقص حاجه تحس ما انا نقول وشفتوا ذاك الراجل الفلاني ما بيناتنا ما يشخرش هم قطعه مضروبه ناقص شخير يقول لك رقد رقد ساكت ولا تخلينا والو شخير الحمد لله انت جاك تدخل الحومه اصواتكم الكل ديجا صح تدخل الحومه تشم ريحه الشخير تعرف شنو تشم ريحه الشخير شو سالي شو تشم ريحه الشخير سامعني تو انت تو تحكي انت في المرتبه الثانيه راه في شخير في بالك ولا حسب هذا حسب تقريبا هي اي انا بعمري ما نشخر انا ملي نحط راسي على مخده نرقد ما عنديش قلب انا نرقد ديريكت لا نخمم لا شيء نخممش ما تخممش ما نخمم لا نشخر نخمم ساعات نعمل الضريبه شخير هك واضح تخرج شخرة صغيرة نشخر يلا نمشوا الأخبار مع أميرة سبور.